سؤال: هل تعترف المسيحية بالحسب ام انه معتقد دخيل؟ الحسب كشعور معروف في كل دين من الاديان وفي علم النفس وعلم الاجتماع وكل حاجة، لكن كضربة عين لا. ممكن واحد بيحسد واحد، لكن مش معناه يضربه عين ينزله الارض، مجرد يحسد مشاعر خاطئة. واحنا في صلاة الشكر بنقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، يعني المشاعر الخاطئة، لكن مش ضربة العين. معرفش ليه بيقولوا كل عين زرقة، هو العين الزرقة دي يعني ليها صفات تانية؟ او جايز يقصدوا لو الواحد بيحسد عينه بتزرق،